فوق ال 500,000 باذن الله الكريم، باذن الله الكريم لاعب سعره فوق ال 500,000 كوينز. اول باكج ايكون بالسلسله بسم الله الرحمن الرحيم ويا رب يا كريم هولندي. السلام عليكم يا جماعة الخير، اليوم الطريقة للعالمية الحلقة رقم 12 وراح نجيب الليو ميسي رسميا بهي الحلقة. وقبل البداية يا جماعة الخير، متجر سوري جيمر موفر عروض خرافية بالفترة الحالية على أسعار الكوينز بأرخص أسعار بالسوق يا جماعة الخير. الأرقام كلها موجودة، أرقام التواصل ورابط التواصل ورابط المتجر كمان تحت بالدسكربشن إذا حابين تشيكوا على الموقع، تشيكوا على الأسعار وكل شيء. وقريبا بإذن الله حيكون في إضافات للإس بي سي ولتحديات اللي هي الفوت شامبيون، وأيضا لتحديات بناء التشكيلات. إن شاء الله شيء خرافي بيعجبكم، وأنا ما بستغنى عن اقتراحاتكم، اكتبوا لي تحت فشيكوا على الموقع اللي حابب يشتري كوينز بأرخص وأفضل الأسعار وأسرع توصيل يا جماعة. بتحدى إذا في حدا أسرع من متجري بالتوصيل يا جماعة الخير. الروابط كلها بالدسكريبشن، ما بدنا نطول كتير، خلونا نبدأ. طيب يا جماعة مكملين مع هذا الحدث؟ نعم يا جماعة الخير، مكملين مع الحدث حرفيا يا جماعة الخير، شيء اسطوري جدا. طيب يا جماعة نزلت تشكيلة الأسبوع الجديدة ونيمار موجود، ونزلوا تريزيجي. وين نيمار؟ أيوة يا سلام، او ماي جود يا تشكيلة الاسبوع. ول ول يا جماعه نيمار كام؟ يا رب يا رب. فالهالوفيتش نزل ومانيان نزلوا مهاجم يا جماعه حارس ميلان، وباريلا نزلوا كروس، وساني نزل كام، وجوكم يا عمر يا شيخ. او ماي جود او ماي جود او ماي جود او ماي جود. تريير نزل له انفورم كمان، والله تشكيلة اسبوع ممتازة يا جماعة. سيلس نزلوه ظهير بس بتقدر 100%. ايوه ليك بتقدر تلعبه ار بي وبتقدر تلعبه اس تي وال ام وكل المراكز يا جماعة بيلعب. تخيل ظهير وبتلعبه مهاجم اذا بدك، بتلعبه بكل مكان. والله ممتاز يا جماعة. في باكجات يا جماعة وفي اشياء يا رب يا كريم. في باكج ايكون نزل، اول باكج ايكون بفيفا 22 اللي هو باكج الايكون بيضمن لك 85 او 86 ايكون بس، ولكن ممكن يطلع لك خلت، ممكن يطلع لك فييرا، ممكن يطلع لك اشياء. نزل فالكاو الفلاش باك، والصراحة والله بطاقته مقنعة على الأمانة، أيام أتلتيكو مدريد هاي البطاقة، بس حرام يعني 86 قليل على فكرة بفالكاو. هذا باكج الأيكون اللي نزلوه صراحة للأمانة. شوفوا الباك بيستاهل يا جماعة، والله الباك أنا شايفه بيستاهل ومو طالب هالمتطلبات الغالية، يعني 84 و86 بس. لا لا وين، استنى الجوت تطور يا جماعة. يا عمري يا سلام يا سلام يا جماعة، يا الله لك بدي اشوف طاقاته قبل كيف كانت. لك الان السرعة 86 صارت، الدربلينج 88، والله ممتاز. يا رب ينزل له انفورم ويصير 87 كمان، والله حلو الكلام. تطور يا جماعة حبتين بالريت. ودست دست انا عامله، دست عامله واللي هو فائد الامل منه يا جماعة، كانت حرفيا دست عامله وفائد الامل منه. استنى لحظة، او ماي جاد اوكي 81 وصل يا جماعة، وبتقدر تلعبه ار بي او ال بي كمان، والله حلو سرعه 89. والله تطور منيح، والله اني عملته فائد الامل منه بس لانه ميلان فاز 3 مباريات تطور. والله كلام جميل، منيح اني عملته اذا هيك، والله الحمد لله منيح اني عامله يا جماعه. ليك الطاقات كيف صارت، لا عليه الكلام والله. ديست كان 77 يعني هلا صار ممتاز، ولكن خلينا نشوف التحديات الجديده كمان اللي نزلت بالاضافه لباكج الايكون. باقي لي يا جماعه 7 فوزات في الشامبيون وباخذ باكج 100,000، يعني والله ممتاز ممتاز. دافيد ألابا هذا، ايوه هذا من اول. تيليس فالكاو حبي، اوه يا جماعه هذا زائد 78 اللي طلع لي منه بدايه اللعبه لعيب حلو. هذا بيعطيك باك ميجا، او في باك الانفورم يا جماعه، بتقدر انك تعمل باك انفورم بيعطيك زائد 80 انفورم كمان، باك ممتاز. هات نعمل هذا الباك التحدي بيعطيك باك ميجا، وفي عندنا باك الانفورم وعندنا باك الايكون. يا سلام حلو، بيضمن زائد 82 الباك. يا رب لا مو شاشات، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي انا متامل بباك الايكون، حنعمل من باك الانفورم مثلا باكين عرفت، ونشوف الحظ. يا رب يا كريم بيطلب يا جماعه بيستاهل هذا الباك باك الانفورم. والله عندي شويه ريتات الصراحه بالنادي، ممكن اني اعمله هذا الباك مرتاح. يلا يا شباب باك الانفورم، في نيمار نزل الان بهي التشكيله، وفي سون وفي كانسيلو وفي كذا لاعب، دي بروين كمان في، يعني يا رب مبابي ما نزلوه للان، ولكن ان شاء الله يا رب انه ووك اوت بس هيك اول شيء. حلو ووك اوت حلو يا رب، فرنسي بيستي ها. الله يخرب بيتك يا جيرود، الله يخرب بيتك يا جيرود، الله يخرب بيتك يا جيرود. والله العمل باكج ثاني والله، بسم الله بسم الله هالمره باذن الله. يا رب لاعب 86 وفوق يا رب يا كريم، لاعب 86 ريتنج وفوق. اوكي هذا مين؟ او ماي جاد يا اخي والله، لا يمكن هلا السرعه مي بالتحدي، حسبي الله ونعم الوكيل. ووك اوت ايوه ووك اوت، بس ليك
ليك العفن والله حرام يا جماعة وربي حرام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يا رب هالمرة يا رب يا أخي يا رب يطلع لاعب هيك فوق 6 8 والله أي شيء فوق 6 8 حتى لو معفن عادي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حلو وكاوت يا رب يا كريم يا رب يا كريم فرنسي كم ها يا أخي ليه فرنسا صايرين معفنين والله حرام يا أخي كلهم وكاوت وما في ولا واحد بيلعب فيه كلهم بطاقة. يلا بسم الله يا جماعة نبدأ بباك الأيكون يا رب يا كريم إنه يطلع لي شيء. لا هذا الانفورم على طول بينزلك بباك الأيكون أخيرا يا شيخ. يا جماعة والله رميت كتير لاعبين غالي التحدي ما له رخيص طلع تحدي الأيكون بكلف 150,000 والله 150 بداية اللعبة بتحس قلبك عرفت هذا. بسم الله خلصنا يا جماعة الخير من باك الأيكون يا رب يا كريم أول أيكون إلي بالطريقة للعالمية فيفا 23 بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون لاعب يلعب فيه. الأيكون هذا 86 و 85 بس في فييرا في خولت في هرنانديز المكسيكي على فكرة جدا خرافي في لعيبة قوية للأمانة. خليني نشوف الأيكون قدامي هيك هو عم ينفتح من زمان ما شفت. أو شاشات أوكي يا رب تخيل إنه لاعب هيك على مندي مثلا ولا شيء. وكاوت طلع سيرليك الله أكبر الله 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 يا المكاسب يا سلام. هلو اللي بعده المره خلاص ما في برازيلي هيك تعبان على الكلام صح. او ريتشا نايس لا والله ريتشا عمي روح روح هذا الشيء الممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا كريم يطلع لي لاعب سعره فوق ال 500,000 باذن الله الكريم باذن الله الكريم لاعب سعره فوق ال 500,000 كوينز. اول باكج ايكون بالسلسله بسم الله الرحمن الرحيم ويا رب يا كريم هولندي استي لا 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 يرحم ابوك الحمد لله مو فان نستروي الحمد لله مو فان نستروي كليفرد الحمد لله الحمد لله مو فان نستروي كليفرد حلو لا لا كليفرد منيح. او ماي جاد جلطني فكرته سيدورف اصلا اول شيء. اوه نايس يا رب انك غالي يا رب انك غالي يا رب انك غالي والله بظن مع انجن ممكن يمشي الليله. كم سعره يعني من سعر التحدي؟ لا لا ماشي ماشي مو أسوأ شيء مو افضل شيء ولكن من سعر التحدي منيح. اذا بدي اجيب ميسي يا جماعه اذا بدي اجيب ميسي ممكن اجيب ميسي ممكن اجيب الليو ميسي بكم؟ اوه والله ميسي مقدور عليه يا جماعه وربي ميسي مقدور عليه والله بيكون اضافه بنت لذينة يا جماعه للتشكيله. طيب يا جماعه الخير خلص قررنا نسوي الخطه بهي الصوره وحنجيب الجوت يا جماعه الجوت الحقيقي والاصلي الليو ميسي ما جبناه هي السنه وتخيل انك تجيبه يعني من بدايه السلسله هيك قسم بالله ليك الدربل كل شيء يعني ميسي شو ميسي يعني دربلينج يعني بكل اختصار بنلعبه قدام هذا اللاعب من الحدث الجديد بيلعب بيقدر اني احوله سي ام او حتى سي دي ام محور الارض مع شادو محور هجومي اسطوري ستاند تاكل وسلايد تاكل تسعينات يعني حرفيا شيء خرافي. بنجيب كومان وبنجيب ديونج بيضل معنا كوينز على فكره كوريا كمان حنجربه لانه كوريا جدا ممتاز فممكن انه ينفعني زياده يعني صراحه. شو اعطيه بطاقه برايكون؟ او ماي جود ليك الاجيليتي كم يخرب بيت الخفه هذا مو طبيعي خفته يا جماعه اخف من ميسي ذات نفسه. ميسي اجيليتي 91 او الرشاقه هذا 97 لا اله الا الله. الان بقي الجوت يا جماعه الحقيقي ليو ميسي رح نجيبه مع هانتر والله اني متحمس لميسي جدا 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 انه نجيب ليو ميسي على التشكيله وحيكون غالبا نجم الفوت هذا الاسبوع خاصه مع الايكون نجرب كلايفرت نجرب ميسي حرفيا يعني في كثير لاعبين بيودي اني اجربهم بهي الخطه باختصار فرح نجيبه طبعا مع هانتر. تعال يا ليو يا سلام يا سلام ويلكم يا ليو. هنجيب دونروما الحارس عشان يعطي لميسي تناغم في له بطاقه قويه دونروما بس اكيد بتكون غاليه خلص هات هي. طيب ندخل تصفيات الفوت نلعب لانه اذا فزنا بالمباريات في جوائز كثير عليها الكلام اذا فزنا بكثير مباريات. هيك التشكيله يا جماعه الخير كامله المفروض المدرب يكون ارجنتيني حتى حاطط مدرب ارجنتيني انا بس مدري ليش شالوه مشان ياخذ ميسي تناغم كامل حطينا اللي هو كارلوس ستيفيز المفروض هيك ميسي كامل شايفين كيف مع هانتر وربي ممتاز بيلعب مهاجم سفاح بنعطي هذا هانتر انا شايفه محور هجومي فتاك 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 حرفيا وكوريا نايس وهذا ممتاز هيك ممتاز يا جماعه التشكيله هيك جوا الجيم يا رب يا كريم قسما بالله اني متحمس جربها خاصه مع ميسي والشله ميسي اول مره بجربه هاي السنه بطريقه للعالميه من اول 10 حلقات هيك جيب ميسي ولا شيء ورب شيء ممتاز متحمس جدا. الليو جديد كلايفرت جديد هذا اللاعب جديد مع هانتر جدا خرافي الصراحه والدفاع عنده ممتاز وكوريا الجوت الجديد فهي بنا بسم الله ولننطلق يا جماعه الخير هيا 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 بالتصفيات الفوت. او ماي جود من وين جايب ميليتو هذا وعنده كانتي كمان والله شكله لعيب والله عمي ريح بس ريح بس حلو لا يا ديونج والله جاب ام العيد ماي جود يا الفرجي لا 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 مو من جوا يا حكم الحمد لله. او ماي جود ليك الكره على الخط تعال تعال يا فان دايك تعال
لعب باص لعب باص حسبي الله. اوكي وي يا عمري يا كلايفر شكله محور يا جماعه كلايفر يا عيني ليو بابا بابا انكر ميسي انكر ميسي انكر ميسي انكر ميسي يا سلام يخرب بيت الخفه يا جماعه ميسي يا جماعه والله والله عم يلعب الخصم عم يلعب عم يلعب او ماي جود والله وحش خرب بيت الصد الكذب والله ما توقعت صراحه بس عم يلعب الخصم والله يا جماعه دوناروما مستأسد اه وليو يا عمري يخرب بيت الانهاء والله يا ليو يا عمري من اول جيم من اول شوط والله ما واضح شكله ميسي فنان هالسنه قسما بالله تجربه ولا ولا اروع من هيك هي 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 جرب يا الله حلو والله فيزيكال يا جماعه الارجنتيني هذا ها يو يا عمري يا حرام صده والله الارجنتيني هذا عاجبني عليه باصات رهيبه روح اللي يروح اللي يروح اللي يروح اللي يروح وصاخه وصاخه قسما بالله يا عمري يا عمري الليو بلعوا بالتسعين يا وحش يا عمري الفول والله بالتسعين والله بالتسعين شبك له يا ميسي يو يا الليو يو ما بدي ينطرد فان دايك المشكله الله يا جماعه دوناروما هو حارس باللعبه يو والله جي جي والله بس ما عرفت اوكي ما صفر لسه كلين شيت اوكي راح لكلين شيت بس ما عرفت يا اخي جرب اللعيبه منيح لازم عم يقولوا في جلتش بتحدي تريزيجي بيعطيك لاعب ووك اوت المضمون ما ادري هو جلتش فعلا ولا حظ يعني انت وحظك جلتش عن جد يعني ولا انت وحظك انا هذا السؤال اللي ببالي حاليا طيب بسم الله عم يقولوا جلتش اذا ما طلع ووك اوت فما له جلتش اوكي ما طلع شاشات حتى لا ايوه فكرته الجردان ول وعنده فيدي لاعب الشهر تذكير يا جماعه الخير رسميا تم افتتاح متجري لبيع الكوينز ماشي فيفا 23 هاي التغريده نزلناها بالتويتر والارقام كلها موجوده ارقام التواصل وكمان بالدسكربشن موجودين ارخص الاسعار واضمن شحن يا جماعه واسرع شحن موجود عندنا بالمتجر الروابط كلها طبعا موجوده بالوصف فلا تقصروا لو 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 لا 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 بيصدى بيصدى صدقوني بيصدى هو بده يراوغ الحارس انا بعرف يا عمري عمك الفرجيل هون روح ليو روح ليو با 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 جاي تهجم الحارس وعندي ميسي والله عيب عليك عيب يا رب ينسحب هيك سريع سريع يا سلام هات اللي بعده هات نشوف عملنا هذا التحدي من تحديات تريزيجيه عم يقولوا الجماعه بالشات الشباب كله عم يقول جلتش وما ادري شو اخر شيء شكلي حخلص تحديات تريزيجيه كلها وكل واحد على اساس الجلتش لنشوف يا اخي وين الجلتش يا اخي وين الجلتش مو شغال الو الجلتش وينه وين التشكيله ايه ليك المدرب عم يضحك علي ما في تشكيله شكلهم والله بتحسهم قاصدين حاطين المدرب عم يضحك علي عم يقول لي ما في تشكيله يا جماعه الخير وين التشكيلة الخصم او ماي جود لا 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 صلي على النبي يا رجل شو هذا لا قال لي انك حتنسحب افتح التسلل يا فريمبونج يا تيس لا حيلعب لمبابي حيلعب لمبابي اوه حركت مستحيل مستحيل تلحق فيه هذا مبابي يا عمر يا ميسي على الباصات مل اليوم يا عمري الكنسلي يا عمري الكلايفر العم اراوخو في مهب الرياح يا سلام يا كلايفرت يا سلام والله روقان والله الكلايفرت يا جماعه سلام سلام هذا اللعب اللي بدي اياه يا اخي يا عمري هذا كوريا هذا كوريا والله حكيم اوه يا كوريا يا خرافي يا عمري ليو 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 التحركات التحركات يا جماعه المال لا يصنع الرجال يا حبيبي المال لا يصنع الرجال يو وحش الدنروم ايوه اخر جيم هان 45
تعال تعال تابع المتعه تعال. عم جبت ميسي والله. ايوه لا حساب ايوه لا الله يخرب نشاهد كره هدف في هذه اللحظات. امبابي والله حتى لو تحرك انا هذا بتطلع والله التهيت والله تقيل باك الايكون الزفت طلع لي كلايفر سويت الايكون يا هو كل هدفه العب لمبابي عرفت تو شاري مبابي شكله ما فيها شيء يا اخي والله الكور يخرج الكرت الاحمر احمر لا لا دقستار دقستار لك جول او ماي جود ليه طرد ليه ليه مسك طرد ليه ولا ليه طرد والله العظيم حرام قسما بالله حرام هي مو طرد حكم مدريدي انت راوي انت راوي ايوه انت راوي حلوه هي لا والله مش مدريدي انت راوي الله يا بايرني الزبده ضد برشلونه انخل كوريه يلا الله عليك يا عمري كمل تكفى الله 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 السنكال الحلو الفن هذا هذا بينزل بيقلب لك النتيجة على طول يا عمري يا عمري يا سلام ما يروح ما يمشي والله منيح بعشر لاعبين قسما بالله يا اخي والله الطرد حتى والله ظالم والله اصلا قاطع الكره يعني بدع ليو كوريا كوريا ممتاز على فكره بس اني ما كنت عم لعبه مهاجم كلايفر والله مو كل هالقد كنت متفائل فيه اول ما طلع لي بس والله مو كل هالقد صراحه مع انه سريع سرعته 7 جمال